اهلا بكم. بلا شك انه صناع الموضه احرجوا كتير من الناس. صناع الموضه عملوا دلوقتي القمصان سليم فيت. سليم فيت ديت ضايقت كتير قوي من الشباب والرجاله. سليم فيت وفي محلات على فكره لما تيجي تقول لواحد صاحبك مثلا المحل الفلاني ده حلو قوي يقول لك ماليش فيه ماليش نصيب فيه. ليه يا عم ده بيعمل بدل حلوه وقمصان حلو؟ يقول لك لا بس بتيجي عند الوسط وبتبقى ملمومه. هو مش عارف يقول سليم فيت او عارف بس مطنش يعني. ولا ما لا يا عم انا بطني وعندي مش عارف ايه ودفوهات. فلما رحت اشتري القميص لقيت مقاسي مش موجود. لا انت بس كان موجود بس القميص ما كانش شكله حلو عليك. المشكله صناع الموضه فعلا احرجوا الرجاله واحرجوا الستات. البنت كتير قوي يبقى عاجبها فستان طالع من عينيها، خصوصا بقى لو كان فستان خطوبه مثلا او فستان فرح الابيض ده مشكله. وتروح وبطنها جناب مش عارف ايه عوامه تلاقيها ارتبكت ومش عارفه تختار الفستان اللي كان نفسها فيه. الحقيقه المصريين بدا جسمهم ما يبقاش بخير وبدأت السمنة الموضعية تغزو، والسمنة عموما بدأت تلعب دور مهم. السؤال الآن، شفت الدهون عملية مهم قوي فيها التقنية، مهم قوي فيها المهارة. لو عملها حد مهاري هيأديها بشكل جيد جدا، لو عملها حد مش مهاري هيعمل مشكلتين، هيضر المريض وهيضر زملائه. هو طبعا مش في دماغه زملائه، زملائه مين؟ هو أساسا دخيل عليهم. لكن لو حد مش مهاري عمل العملية دي مشكلة إنه بتطلع النتائج مش كويسة، فيطلع المريض يلحق الأذى بالعملية مش باللي عملها. دي نقطة لازم نتنبه لها. العيب مش في الطب، العيب في ساعات في الدخلاء الغرباء الجهلاء اللي ممكن يدخلوا على هذا الطب ويشوهوا بأدائهم النتيجة مش بالعلم الموجود. فتنبهوا، لأن المشرط في يد الجراح غيره في يد السفاح، وما أكثر السفاحين اليوم. هنا بقى يجي دور الضيف العزيز، هسأله وأتمنى منه إجابات قد تكون بأدب جم، بهدوء، بأسلوب بسيط للغاية، لكن أعتقد أنها تكون فعلا حادة وفارقة ما بين الظلام المتمثل في الجهل وفي المدعين وبين النور المتمثل في الأسلوب العلمي الدقيق. ضيف عزيز علي جدا، أبهرني وجوده في اللقاء السابق وأسعدني جدا بأدائه العلمي وأسلوبه الرشيق في طرح القضايا العلمية، وفي واحدة من القضايا العلمية المهمة جدا وهي التعامل مع الدهون في الجسم وشد الدهون، شفط الدهون وشد البطن. هو حوارنا النهاردة مع القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور فادي مجدي يعقوب، استشاري جراحات التجميل بكلية الطب بجامعة القاهرة قصر العيني، وعضو هيئة التدريس بالجمعية الأوروبية لجراحات التجميل، زميل جامعة ريغسبورغ بألمانيا، وطبعا الاسم المتميز اللامع. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور أيمن. الحقيقة أنا بسعد جدا باللقاء معاك، لأن أنا ببقى جاي محمل بكثير من القضايا العلمية والأسئلة والأطروحات العلمية الدقيقة للغاية. فأنا عايز أبدأ الأول وأسألك سؤال كلاسيكي كلاسيكي عشان أفتح بيه الكتاب بتاع الدهون، وهو لماذا زادت معدلات ترهل البطن عند ناس كتيرة اليومين دول في مصر وفي الدول العربية؟ ليه بقى يبقى فيه بطن زايدة، جناب زايدة؟ ليه دفوهات الجسم زادت في الفترة الأخيرة؟ هو أنا زي ما كنت حضرتك قلت لي إن إحنا هنتكلم النهاردة على التغيرات اللي بتحصل بعد الحمل والولادة، ومنها الموضوع اللي حضرتك فتحته وزنقتني فيه، بس أنا هتكلم فيه زي ما حضرتك عايز. الشفط والسمنة والجمل اللي هي كتير شبه بعض، الشفط والسمنة والسمنة الموضعية، كل الأشياء دي ليها علاقة باللايف ستايل بتاعنا. اللايف ستايل بتاعنا غير جسمنا وقعدتنا كلنا في العربيات طول الوقت، أو عشان نروح من مكان لمكان عندنا وسيلة واثنين وثلاثة، وعندنا اللي بيساعدنا هنا واللي بيساعدنا هنا واللي بيعمل لنا ده، والريموت اللي ما بنقومش حتى نغير القناة بتاعت التلفزيون. كل ده غير طريقتنا، وزائد سهولة الأكل والفاست فود اللي حضرتك بتتكلم عنه، وأنا تابعت حضرتك بتكلمت عنه كذا مرة وأضراره. كل ده بيخلي ان احنا عندنا مشاكل. المشاكل دي ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا وزننا زاد، اللي حصل ان احنا جلدنا مش مستحمل، فبالتالي خسينا او تخنا، جلدنا ابتدى يترهل. وخصوصا طبعا زي ما كنا بنتكلم على السيدات، لان هم عندهم سبب اخر ان هو يحصل لهم الاسترتش ده في الجلد، اللي هو الحمل والولاده، واللي هو بيعتبر زياده وزن مش بارادتهم ها، ولكنها ضروريه. فعشان كده المشكله دي واضحه اكتر في الستات. هو كتير من الستات كمان بيعتبروا الحمل وسيله جميله جدا للاكل، وطلباتها مجابه على طول، عايز اكل حاجه، بيفتكروا ان هي بتتوحم بيجيبوها لها.
ايوه ده كلام مظبوط، وهي ثقافه بتاعتنا احنا بس. ولكن انا دايما بقول للمرضى بتوعي لما تيجي تسالني قبل الحمل اعمل ايه، اقول لها المطلوب منك حاجه واحده، ان انت تزيدي الوزن اللي يسمح للبيبي ان هو يكون صحته كويسه، اللي هو بيتراوح حسب ما دكاتره النساء بيقولوا من 11 ل 15، وانا بقول للستات كمان ان هو ممكن يبقى من 9 ل 12. طيب انا عايز اقول لك انه برنامجنا مقسم دائما الى قسمين، طرح العلم ومكافحه الجهل، طرح العلم ومكافحة الضلال. فاحنا هنطرح العلم الأول وهنبدأ في الآخر خالص نشوف الجهل والتخريف والبدع الموجودة اللي ممكن تزيف الحقائق وتقلب الحق أو الصح إلى خطأ. عايز أبدأ الأول بشفط الدهون والتقنيات الحديثة فيه، الطرق الجديدة دلوقتي. انتوا انا بسمع الليزر، بسمع الفيزر، بسمع شفط التقليدي، انا عايز نعيش تاريخين وشوف انت بتفضل ايه في الآخر. حضرتك الاول نتكلم على فكره شفط الدهون. شفط الدهون ده هو علاج لسمنه موضعيه، يعني هو نوع من انواع العلاج للسمنه الموضعيه. اللي هي ايه السمنه الموضعيه؟ اللي هو مكان او اتنين او اكتر في دهون، والدهون دي ملهاش دعوه بالسمنه. يعني البني ادم ده نفسه وزنه مش بعيد جدا عن الاوزان الطبيعيه، يعني مش محتاج عمليه من عمليات التحويل او التكميم. ودي اماكن شفط الدهون المعروفه، البطن طبعا والارداف والمؤخره في بعض الاحيان، وان كنا دلوقتي بنميل للحقن اكتر في المؤخره لاعاده تشكيلها، وده اللي هشرحه بعد شويه، والافخاد والدراعات، دي الاماكن اللي بنعمل منها، وساعات بتبقى في التشين نفس في اللي هو بنقول عليه اللغد، هي دي الاماكن اللي بنعمل فيها شفط الدهون. هل معنى كده ان احنا نعمل شفط الدهون لكل الناس؟ لا، احنا بنعمل شفط الدهون لما نكون مفاهمين المريض بتاعنا ان احنا بنعالج السمنه، ولكن هي مش وسيله تخسيس، يعني هي مش وسيله للتخسيس. التخسيس له الدايت اللي حضرتك عارفه اكيد احسن مني، وله الادويه في بعض الاحيان اللي بتنفع مع بعض المرضى، وله العمليات الاخرى اللي هي زي عمليات التدبيس والتحويل المسار، وهي قصه اخرى مختلفه. ندخل بقى في شفط الدهون نفسه تاريخيا. التقنيه تاريخيا بدانا الاول بايه؟ لا، هو شفط الدهون اول لما ظهر، هو ظهر اللي كانوا بيعملوه كانوا دكاتره نساء، لان هم ابتدوا بيه، لان هو نفس الطريقه اللي كانوا بيشفطوا بيها اللي هو البواقي اللي في الرحم بنفس الاساليب، هو شفاط عادي بيشفط. فلما جربوه لقوه بينفع في الدهون فقالوا طب ما نستعملوش ليه. واول واحد كان بيمارس شفط الدهون كان دكتور نساء، وده ظهر قبل جراحين التجميل كلهم ما يمارسوه. وبعد كده اتطور في فرنسا واتطور في كذا بلد، ثم وصل للبرازيل، واحدث تقنيات الشفط حاليا او اللي احنا بنسميه دلوقتي بقى، وان كنت مش ميال للكلمه دي، نحت الجسم، اللي هو اللايبو سكالبتشر، هو ترجمه لكلمه سكالبتشر اللي هو النحات. سكالبتشر دي اللي هي التقنيه الجديده. يعني ايه سكالبتشر؟ يعني احنا ما بقيناش هدفنا نشفط دهون، احنا هدفنا شيب حلو. يعني بالبلدي كده زي ما بيقولوا احنا ما بنبيعش بنطلونات، احنا بنعمل شكل احلى. مش مهم المقاس، يعني احنا مش مهم المقاس بقى كام، مهم الشيب بقى، الفورم حلو ومظبوط عليكي ولايق عليكي، بنخليكي نقسمك بالظبط كده. بدل ما انت حتى نقسمك، حتى ايفن لو انت برضو زايده سنه بس هنقسمك بالظبط كده. عشان كده احنا بنقول لو جت واحده طيب وزنها اكتر شويه نقدر نعمل لها شفط؟ لا، نقدر نعمل لها سكالبتشر. يعني ريشيبينج، هتبقى شكلها احلى في الهدوم، وهيبقى شكلها احلى حتى في الميو، وبالتالي هتبقى هي سعيده اكتر. يبقى اذا هو ينفع لواحده وزنها زايد شويه؟ ينفع، ولكن مش بهدف ان هي ترجع رفيعه وزنها 50 كيلو، لا. مش هو ده اللي هيحصل. زي ما حضرتك قلت في تقنيات كتيره، وانا دايما ازعل جدا من المريضه اللي تخش تسالني طب ايه بقى الجديد بقى عندك يا دكتور؟ اقول لها هو مش عندي، هو في العالم كله، العالم بقى قريه صغيره، هو موجود في كل حته، سواء الليزر، الفيزر، البادي جيت او المايكرو اير، في كذا وسيله، وهي كلها يا جماعه اسامي لاجهزه، اسامي لبراندات. زي العربيات ليها ماركات، مش مهم الماركه، المهم السواق اللي بيسوق. حلو قوي. هو طبعا الماركه بتلعب دور طبعا، بس في العربيات، لكن هنا السواق بيلعب دور اكبر بكتير بقى. طبعا اكبر بكتير. طب نروح لاول احتمالات الفكر بتاع المريض. هو بيقول التقنيه بتتم ازاي؟ التقنيه انا بدخل الشفاط ده او بدخل الكانيولا فين؟ بنشفط منين؟ المنطقه اللي في الجسم
بشفط قد ايه؟ بسيب قد ايه؟ هي المهاره ان انا اشفط ولا المهاره ان انا اسيب؟ ده سؤال. ده سؤال جميل يا دكتور ايمن، وعشان كده احنا بنحب نتكلم معاك يعني. ربنا يخليك. اخش منين واشفط قد ايه واسيب ايه؟ هو ده اساس فكره السكالبتشر، النحت. يبقى اذا احنا هدفنا ان احنا نوري المرضى ان احنا مش فكره نشفط كتير. دي التقنيه اللي احنا عارفينها كلها، ودي الاماكن زي ما هي باينه في الصوره للشفط. احنا على قد ما نقدر بندخل دايما من اماكن ما تكونش باينه، ها، ونحقن منها الادويه اللي احنا بنقول اللي هي عباره عن محاليل. المحاليل دي بيكون فيها ادويه بتساعد على الانقباض عشان يبقى النزيف عندنا اقل، وده المفروض المنتج اللي احنا بنطلعه اللي اغلبه يبقى دهون، ولكن الحقيقه بيبقى فيه شويه دم اكتر من الانيميشن ده، ولكن اقل بكتير من الطرق التقليديه. ودي الطريقه اللي اسمها تيوميسنت، او عن طريق ان احنا نحقن محاليل. وطبعا في كورسيه بيتلبس بعد العمليه، وهو اللي بيساعد على السليمينج، ده بيساعد على ان الجلد يلزق كويس على العضلات اللي تحتيه، ولازم يكون في طبقات من الدهون. ما ينفعش نشفط لحد لما الجلد يبقى عامل زي ورقه السيجاره، وده اللي بيجي لنا كتير، ان تبقى الجلد كله فيه منقر وشكله فيه حفر وشكله مش حلو، وده بيحتاج مننا تصليح وهو صعب جدا. احنا لازم نسيب طبقه جيده من الدهون تحت الجلد عشان يبقى الشكل حلو وطبيعي وما يبانش اثر العمليه. طيب احنا نسمع عن الليزر ونسمع عن الفيزر، صح كده؟ ده اللي مشهورين دلوقتي قوي. تمام. لو حطيناهم الاثنين كده في ميزان مقارنه، ايه هو الفيزر وايه هو الليزر؟ الليزر بدا اولا، صح؟ الليزر بقى ظهر من فتره طويله. هي زي مع الكانولا العاديه اللي احنا بنشفط بيها، بيبقى فيه اشعه الليزر. الاشعه دي بتساعدنا في حاجتين، بتساعدنا شويه ان احنا نكسر الدهون نفتتها من بعض، وفي نفس الوقت بتساعدنا على ان احنا شويه نعمل تايتنينج للجلد او انقباض للجلد، ان هو شد للجلد. ولكن الحقيقه الجلد المترهل عمره ما يتشد بالليزر لو هو مترهل كتير. في درجات اوليه ممكن تتحسن بالليزر، ولكن الحقيقه ان الجلد المترهل لازم يروح للترزي يقص منه حته ويخيطه تاني. يعني يعمل شد بقى حسب الحاله. يعني الجلد المترهل بدرجات بسيطه بينفع فيه الليزر وبيدي فيه نتائج كويسه، وبينفع فيه تكنيك اخر برضو اسمه الفيزر، وبينفع فيه تكنيك ثالث اسمه المايكرو كانيولا ساكشن، وده احدث تقنيه بتستعمل، اللي هي الكانيولات الرفيعه اللي بيسموها هي متناهيه الصغر، عشان تبقى رفيعه جدا وتساعد على ان احنا نعمل تلزيق ما بين الجلد واللي تحتيه، فبالتالي يؤدي الى ان احنا نوصل للنتيجه المطلوبه. دي الدهون، ده اثناء دخول الاشعه بتاعت الليزر لجوه. ده جهاز، ودي ماركه براند معينه من الاجهزه. ده الطريقه اللي الليزر بيعمل بيها تفتيت وخلخله للدهون. وزي ما بقول لحضرتك، هو مش مهم الجهاز بيعمل ايه، المهم انت هتستعمله ازاي، لان جهاز الليزر ده اللي بيؤدي اداء رائع جدا ممكن في نفس الوقت يؤدي الى حروق اذا ما كانش بيستعمل بالطريقه المظبوطه. انا شفت حالات كده. وانا شفت كتير. انت شفت كتير. يعني هنا الليزر في يد الجراح غيره في يد السفاح. زي اي حاجه في الدنيا، زي ما حضرتك بتقول، اللي بيعرف يستعملها كويس، حتى العربية اللي بيسوقها كويس بيوصل بيها بأمان، واللي بيسوقها وهو مش متدرب عليها كويس. عشان كده لما بتجي لي مثلا واحدة تقول لي أنا عايزة كذا، عايزة كذا، أقول لها أنت ينفعك كذا، إحنا مش بنعمل شوبينج، أو إحنا مش بنشتري المكنة، إحنا عايزين نشتري نتيجة بزا. أو عايزين نوصل لنتيجة. عظيم. أنت قلت دلوقتي البادي جات، انا اول مره اسمع البادي جات. لا، ده جهاز تاني برضو بيحقن محاليل بضغط معين بيساعد على الخلخله، هي طريقه اخرى. وزي ما بقول، هم في الاخر كل هذه الاجهزه وكل هذه التكنيكس، يعني في ناس بتطلع نتائج جيده بالشفط التقليدي، اساتذتنا في القصر العيني اللي بيشتغلوا بالتكنيكس القديمه وبيطلعوا نتائج ممتازه. في كل حته في ناس بتطلع نتيجه، زي ما قلت لحضرتك قبل كده على الانف، في ناس بتشتغل بالتكنيك ده بتطلع نتيجه جيده، وفي ناس بتشتغل بده بتطلع نتيجه ايضا ممتازه. فده ملوش علاقه بنوع الجهاز، ليه علاقه باداء الجراح. عظيم جدا. لما اوصل لفكره باستات عن يبقى عندهم ترهل ويفتكروا ان لازم يتعمل لهم شفط، ولا عكس يبقى عندهم بروزات ويفكروا ان عندهم شد، يعني ازاي تفرق؟ يعني انت ازاي تقنع المريضه باللي لازم لها؟ بتقنعها. تمام. ده السبب ان انا بقول ان استشاره التجميل ما ينفعش في التليفون. يعني استشاره التجميل لما واحده تيجي تسالني، ده في صاحبتي فلانه عايزه تكلم حضرتك، اقول لها طب انا ما عنديش حاجه اقولها لها، لا
لان لازم اشوفها، لان الجلد بتاعي غير الجلد بتاع حضرتك، وانا حتى ايفن وحتى لو شفت وشك مش هعرف جلد بطنك او جلد دراعك شكله ايه. ما انا قلت لك لو عملنا لك فيديو كول برضه مش هتنفع. بالظبط، هو لازم يو هاف تو تيست يو هاف تو اكزامين. زي ما حضرتك في البطنه المريض شكله عنده القلب، لكن انت لازم تسمع قلبه عشان تعرف هو ايه المشكله اللي عنده. فبالتالي استشاره التجميل ما تنفعش في التليفون. ها ونفس الشيء اللي هو بتسال على سعر حاجه، سعر الحاجه حسب الطريقه اللي بنعملها سواء في اي مكان. فاذا ده بينفع وده بينفع وده بينفع، ولكن مش كل واحد، مش هي حاجه واحده بنركبها على كل العينين وتشتغل لوحدها. يا ريت كنا استريحنا كتير. لكن شد البطن ممكن بعد الحمل على طول؟ احنا ما بنفضلش كده، وان كان في ناس بتحب الطريقه دي، ولكن الافضل والاحسن ان تستنى من 3 ل 6، وانا بقول 6 احسن، 6 شهور بعد الولاده، عشان يكون كل شيء رجع لطبيعته والعضلات اتحسنت والتورم اللي بيبقى موجود في الانسجه طبعا بيجيب نتائج احسن بكتير. لكن عمليه رائعه شد البطن، يعني انا بعتقد ان هي العمليه الاولى لاي ست حملت، وخصوصا اكتر لو من حمل واحد. شد البطن هي العمليه اللي بترجع الست للفتره اللي هي كانت في الخطوبه. انا بقول احنا بعد البيبي والتاني نبتدي نفكر في عمليه شد البطن. ليه نفكر فيها؟ لان هي بترجع الست للفتره اللي هي كانت سعيده بجسمها، وخصوصا اذا كان جلدها مشدود وشكله حلو. بتزعل جدا لما تلاقي الجزء التحتاني من بطنها زي دي، زي ما كاتبين كانديديت يعني تصلح لهذا الشيء، وهي اللي بتجيب فيها نتيجه. انا اسف، ده للشفط بقى. ده شفط مع شد. مع شد بالظبط كده. شفطنا هنشد بقى. وعلى فكره الرسمه الجرح الطويل الكبير ده هو شكله كده في الرسمه، ده انيميشن. ولكن الحقيقه دي شغلتنا بقى، ان احنا نطلع الجرح ده بكواليتي جيده وعشان يدي احسن نتيجه. وهو في الاخر انا بقول مش مهم شكل الجرح قد ما مهم مكانه. لان الجرح ده لو حضرتك شايفه ولو واحده لابسه مايو هيبقى شكله وحش طبعا. ولكن لو هو محطوط في المكان المظبوط تحت البيكيني لاين، بالتالي الجرح ده مش باين، حتى لو كان نوعيه جلدها ما بتجيبش النتيجه الممتازه. لان في جزء منه بيعتمد على الجراح طبعا وده دوره، وفي جزء منه بيعتمد على نوعيه الجلد. نوعيه الجلد بتختلف من واحده لواحده. انا لما بتيجي واحده تقول لي انا عايزه اشوف الجروح، بوريها الجروح بس بوريها الحلو وبوريها الاقل، لان في اقل وفي ناس الكواليتي بتاع الجرح بتاعهم ما بتبقاش 100%. طب هنا في عمليه شد البطن في اكتر من وظيفه او اكتر من بروسيدر انت اوم تو بي، يعني واضح ان هي اكتر من ستيب. طبعا العمليه انا اعتقد ان هي اتشرحت يعني في برنامج حضرتك كذا مره. العمليه اساسا بتتكون من 3 كومبوننتس، اللي هو ايه؟ اللي هو الجلد، الدهون، العضلات. هم دول اللي احنا بنعالجهم. الجلد هنعمل فيه ايه؟ هنشيل منه جزء، الجزء المترهل اللي مليان زي ما حضرتك شايف الستريتش ماركس دي كلها اللي حوالين السره اللي حصلت نتيجه الحمل والولاده دي، اللي ده اللي بيحصل في الجلد. احنا بنشيل الجلد اللي تحت ده كله كله بيتشال. اما بالنسبه للعضلات احنا بنصلح العضلات، لان مع الحمل دايما بيبقى فيه بريشر جوه البطن، ضغط جوه البطن، ضغط جوه البطن بيخلي العضلات تبعد عن بعض ترخي شويه. فاحنا بنصلحها بنرجعها، احنا بصراحه بنرجعها اكتر من الاول، يعني بتشدها اكتر من الاول، اكتر حتى من قبل الحمل. والدهون زي ما حضرتك شفت في الفيديو هو بنشفطها، ولكن مش بنشفطها كلها. يعني لما تيجي واحده تقول لي بعد العمليه بس على فكره انا حاسه ان لسه في شويه دهون، لازم يبقى في شويه دهون، لازم يبقى شكل البطن طبيعي، لازم الدهون هي اللي بتفرق اكتر في الكيرفات. احنا دايما عايزين الدهون دي عشان تدي كيرف او منحنيات للست مختلفه عن الراجل. السره بتغيروا مكانها مش كده؟ مش في كل الحالات، ولكن في عدد معين من الحالات. هو في عمليه اسمها ميني تاك او الشد المصغر للبطن، وفي عمليه فول تامي تاك اللي احنا بنشد كله وبنغير مكان السره ونعمل سره جديده. الحمل بعد كده، يعني انت لو عملت شد بطن وعملت شفط دهون ممكن تحمل هي بعد كده، ولا خلاص بتقول لها كان العمليه، او هي هتخاف بعد كده تحمل من تبوظ العمليه؟ ده اهم سؤال ده دكتور ايمن، لان انا دايما بيجي امتى اعمل العمليه؟ استنى البيبي التاني ولا ما استناش؟ والله لو البيبي التاني طبعا تستنى احسن، ولكن انا بقول ان العمليه ملهاش علاقه بالبيبي وملهاش علاقه بالحمل ولن تتاثر. ولكن ده مش معناه ان احنا بنديكي فرصه ان انت تزيدي 15 20 كيلو في الحمل اللي بعده ومش هيتغير، لا اكيد هيتغير. لكن لو حافظنا على الوزن اللي انا زي ما قلته من 9 ل 12 كيلو بعد العمليه ترجع زي ما كانت. لو زدنا 30 كيلو لا ممكن نعمل عمليتين تاني فوق العمليه. بس عادي. عادي. عادي نعمل، مفيش مشكله. ايه الجديد في التعامل مع الترهلات، سواء بالشد الترهلات او السلوليت كمان؟ لان السلوليت على فكره، يعني السلوليت ده سبب الطلاق، ناس انا اعرف اصحابي طلقوا بسبب السلوليت.
بص حضرتك الاحدث حاجه انا بكلمك جد الراجل ممكن يجي له اكتئاب ده شاف مراته بعد لا هو بيبقى في مخيلته منظر هو شافه قبل كده وفاكره وبعد كده بيلاقي ان مش هو ده اللي قدامه حاليا فبيبتدي يدور يشوف المنظر ده في حته تانية ولكن انا بقول ان كل واحده جميله في نفسها والاتيتيود او الطريقه هي اللي بتخلي واحده هي جميله فعلا اما بالنسبه للسيلوليت السيلوليت ده اصعب حاجه في احنا بتواجهنا ولكن حاليا احنا بنعمل وفي كل حته في العالم بيتعمل وهو تكنيك برازيلي بيتعمل حاجه اسمها المايكرو كانيولا انجكشن وسكشن ده بيتعملوا مع بعض ان احنا بنستخدم الكانيولات متناهيه الصغر الصغر يعني رفيعه جدا الكانيولا الرفيعه دي عامله زي الليزر شويه ان هي بتمشي في الجلد او تحت الجلد على طول بحيث ان احنا نقدر نشفط الدهون الصغيره ونقدر نكسر شويه في البانز اللي عامله سيلوليت البان دي اللي هي الخطوط اللي بتطول اللي بتشد اللي هي عامله بالظبط هي بتبقى شبه بالظبط اقول لكم ايه شبه يعني مش عارف اقول لكم ايه بالظبط بس شبه عواميد الخيمه بس تبقى كتيره بقى عواميد خيمه كتيره بالظبط فده بيساعد على ان السيلوليت انا بحب الكلمه دي يتحسن ولكن يختفي ما اعتقدش ان في علاج في العالم بيخفي السيلوليت ولا اجهزه بتخفي السيلوليت يتحسن المايكرو كانيولا لايبوسكالبشر طبعا بتحسن او اللي هو الكانيولات متناهيه الصغر طبعا بتحسن السيلوليت بدرجات متفاوته من حد لحد حسب درجه السيلوليت وهو ده التكنيك اللي احنا بنستعمله زي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول نحسن الكيرفات والسيلوليت ده كيرف مش مظبوط بنعدله اللي هو اللي داخل لجوه احنا بنملاه بنحقن في دهون يبدو ان انه شوارع مصر مليئه بالسيلوليت الشارعي وان المصريين عندهم سيلوليت كتير ده يعني احنا عندنا عيب جيني في ليه علاقه بالاكل يا دكتور ايمن ليه علاقه بالاكل طبعا 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 احنا عندنا اكلنا غلط خالص فاست فود انتشر ولخبطه والاملاح في الاكل الكتيره والهرمون الدهون المشبعه والكلام ده طبعا اكيد ليه علاقه بالسيلوليت كبيره جدا طبعا تعالى بقى نحكي يعني انا عايز حكاوي لناس عندها دفوهات والقرار كان ايه بالظبط نبدا الاول بحالاتك كلها حالاتك دي حاله بطن احكي لي بقى ايه تقييمك انا دايما لما بيجي لي واحده زي دي انا ابتديت بالصوره دي عشان البنت دي مش تخينه او وزنها مش زياده كتير ولكن هي الفكره في الجلد نوعيه الجلد حضرتك شايف لو الصوره موضحه في ستريتش ماركس كتير المنطقه اللي حوالين الصوره كلها شكلها مش حلو هل دي ينفع معاها ليزر؟ ينفع هيحسنها شويه، ينفع معاها شفط؟ ينفع هيحسنها شويه، ولكن هي جايه ليه؟ هي بتدور على ايه؟ هي بتدور حسب احتياجها. لو هي عايزه تلبس مايو وعايزه تظهر بطنها وتبقى بطنها باينه للناس يبقى لازم نعمل لها زي الصوره اللي بعدها كده. لازم نعمل لها شد للبطن. هي نفس الحاله؟ هي نفس الحاله، ليه؟ لان هي بتدور على حاجه واحده، هي بتدور على ان البطن تكون مشدوده، على ان يبقى في رسمه للعضلات. على ان يبقى في حفره في الجزء الاعلى من بطنها على ان صورتها ترجع صغيره ومبسوطه وسعيده زي لا 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 دي بطن رائعه المفروض ان هي دي النتيجه اللي احنا بندور عليها عشان كده نعمل شد بطن يعني انا دايما بقول انت عايزه ايه ممكن نعمل لك ليزر ممكن نعمل لك شفط ولكن اذا كنت عايزه كده يبقى لازم نعمل لك شد بطن ده شد البطن الكلاسيكي رائع وده من غير ما نغير مكان الصوره لا بس مكان الصوره متغير الصوره جديده دي احنا اللي عاملينها الصوره وانا دايما لما بتقولي الصوره هتبقى باينه بقول لها هتبقى باينه يعني ايه يعني احلى من اللي عندك اصلا دي صوره جديده هي احلى من اللي عند حضرتك طبعا يعني القديمه يعني اللي هي بعد الصوره اللي ربنا خلقها احلى من الاثنين ولكن القديمه اللي هي بعد الحمل والولاده اوحش واللي احنا عاملينها احلى منها تمام دي بعد حمل والولاده كم مره منهم توينز يعني منهم اتنين توأم في الحمل التاني مشكلة. هو المشكلة في التوأم اكتر منهم العدد هي زي ما بقول حركة مش بالعدد لكن الليزر بينفع هنا بينفع ان احنا الجلد تايت وجيد ده قبل وبعد بس هما مقلوبين قبل وبعد ده قبل على اليمين وبعد على الشمال بيدي نتيجة وعلى فكرة حتى الاسود والكورسيه ده مكان الكورسيه يعني احنا بنلبس كورسيه وانا حريص ان الصور يبان فيها الكورسيه ده عشان نعرف ان الليزر بيعمل نتيجه بيعمل تايتنينج للجلد بيعمل شد للجلد ولكن في الحالات المتوسطه ما ينفعش واحده مترهله اصلا وده اللي احنا بنقول عليه اللي هو الشفط العادي انا بدي بس امثله انا مش عايز اظهر صور كتير لان حضرتك عارف صور الجسم صعب ظهورها على الاعلام فانا اقل عدد من الصور ان الجسم الشفط منطقه فيها دهون نشفطها هنا بقى اللي انا بقوله لحضرتك اللي موجود هنا هو ضعف في عضلات البطن ده لازم شد بطن لما يبقى في ضعف زي الصوره اللي على الشمال
ده ضعف في عضلات البطن لازم نعمل له شد. الليزر مش هينفع فيه، الشفط مش هينفع فيه، الفيزر مش هينفع فيه، المايكرو كانيلا مش هتنفع فيه. يبقى اذا هي مش حاجه او وسيله احنا بنختارها، هو في علاج للمشكله اللي موجوده. هنا اللي فاتت دي فيها عضلات، فيها عيب في العضلات، تمام، ودي برضو فيها عيب في العضلات، طبعا دي فيها كله بقى. دي اللي احنا عندنا كل الحاجات. عشان كده لما تقول لي حضرتك العامل دي انا اللي عاملها، طب هي غير الاولانيين، ايه السبب؟ ان دي حضرتك عندها شويه سمنه. يبقى اذا هل هتاخد نتيجه زي الاولين؟ لا، هتاخد نتيجه اكيد اقل. يعني لازم كل واحده تبقى فاهمه احنا بنعمل العمليه دي ليه. احنا بس بنعمل، بس عملنا شفط، شفط وشد وتصحيح عضلات البطن. نرجع للي فاتت دي، معلش يا جماعه بعد اذنكم، شفط وشد وتصحيح عضلات البطن. في واحده الوزن بتاعها مش مثالي، واحده اوفر ويت، ها لما يبقى اوفر ويت لازم تبقى النتيجه مش مثاليه، بس كده برضو رائع، اكيد احسن. احنا دايما بنقول احنا عمليات تجميل، مش عمليات ان احنا بنخلق خيال. احنا ما بنخلقش العينين خيال، احنا بنخلق لهم واقع احسن. دي عمليه فيها شفط كتير. دي العمليه دي زي ما بقول لحضرتك برضو عشان اوضح، ده اساسه هو ضعف في عضلات البطن، واصل الى درجه ان هو يكون شبه الفتاء. فاذا لازم شفط، نعمل شفط للجناب، لان الجناب عملنا فيها شفط عشان الوسط يبقى انحف، ولكن لازم تصليح للعضلات. هل ينفع فيها ليزر؟ لا. هل ينفع فيها فيزر؟ هل ينفع فيها ميزر؟ لا، ينفع فيها بس شد البطن. شد البطن هنا طبعا، هنا المساله اقرب للفتاء لان العضلات هنا فرقت عن بعض ضعيفه جدا، فاحنا لمينا العضلات، تمام، وده اللي سبب في ان النتيجه بقت رائعه، لان العضلات على فكره لما بتضعف بتعمل حاجه زي كده. ده حقيقي، تمام. باين جدا ان شفط البطن برضو في الجناب بتعمل بالشكل اللي تحتاجه هي، ده اللي احنا بنقوله عليه بقى. احنا بنعمل شكل احلى، بنعمل، احنا بنرسم الوسط. عشان كده انا كتير مريضه تيجي تقول لي بس دكتور لا انا مش عايزه احقن، انت قلت لي انت عايز تحقن لي هنا، او لا انا مش هحقن عشان اكبر، انا هحقن عشان اعمل شكل شيب بس. يعني هحقن عشان اغير التناسق ده اللي فيه ديفو. انت لما بتيجي تشفط دهون تشفط قد ايه، كام لتر؟ انا بميل للشفط المتوسط، ما بحبش الشفط الكتير. وعلى فكره هي مش يعني، في بعض الدول وفي بعض الاماكن بيفخروا جدا بعدد البرطمانات اللي بيطلعوها، هي مش مهم شفطت قد ايه، المهم سبت قد ايه وعملت شكل ايه. ولكن الشفط المتوسط امن، احسن، بيدي نتائج افضل، ولكن كل واحده وحسب احتياجها وكل واحده وحسب حالتها الصحيه. يعني قد ايه الشفط المتوسط؟ المتوسط بيبقى في حدود 5 6 لتر. 5 6 لتر ده يعني ده اللي هو المدرسه الكلاسيكيه. العادي في واحده رفيعه وزنها قريب من المثالي ممكن يبقى 3 4 كمان، ولكن المدرسه المتوسطه هي الافضل دائما. طب انا انت ايه رايك في التجاوزات اللي انت بتسمعها؟ يعني انا بشوف تجاوزات في منتهى الغرابه، وايضا قد تصل الى مرحله السخافه يعني في التعامل مع الاعلام بالذات. حد يجي يقول لك انا بشفط 25 لتر، دي حاجه انا سمعتها واتقال 30. والله العظيم انا سمعت كده، انا سمعت 25 الحقيقه، يعني ده سمعته بودني، سمعت بودني انه انا بشفط كل مناطق الجسم من فتحه واحده. انا ما اعرفش ازاي شفت يعني. بمناسبه الفتحات بقى، حضرتك سالتني على المكان. انا بشوف كتير واكيد زمايلنا بيشوفوا نفس المنظر، ان في شفط بيتم من اماكن مش موصوفه في الكتب. يعني اماكن الشفط دي مرسومه محدده زي ما كان باين في الصور في الكتب. يعني في اللي بيفتح في المكان ده يبقى جراح تجميل، اللي بيفتح في مكان تاني ما يبقاش جراح تجميل. لان هو ما ينفعش زي ما حضرتك بتقول من فتحه واحده، ده مستحيل. ليس له وجود، هذا الشيء ليس له وجود. بالنسبه للكميات، الامان بيقول ان الكلام ده مش علمي، واذا كان زي ما بيقولوا جربناها مره ونفعت، يعني ان شاء الله ربنا الصرحه عدت، لكن ممكن تموت بعد. لا، لكن هو في مقاييس علميه ومش انا اللي بقولها ومش انا اللي بحددها، في جمعيات ومؤسسات بتعمل ابحاث بتقول الشفط في الرينج كذا. اللي بيشفط لحد 12 لتر ده موجود. ان كنت انا لا اميل الى هذه المدرسه، ولكن ده موجود وليه بيبرز وليه اثباتات علميه. لكن 25 لتر ده ما اعتقدش ان ده رقم واقعي. وانا كنت بقول لكتير من المرضى عم بتقول لي لا ما ينفعش تكر تشفط اكتر. يعني لو اقول لها احنا ممكن نقعد نشفط لحد بعد الشر لما نشفط روحك، يعني هو مش هو ده الهدف. احنا بنشفط المناسب، بنشفط الشيء اللي بيؤدي الى ان احنا ناخد نتيجه كويسه بامان وسلام للمرضى، ده اهم شيء. انا متخيل مثلا زي افلام الكرتون ده اللي عارف انت، افلام الجوست الاشباح والحاجات دي، ونقعد نشفط بقى لغايه لما روحها تطلع ترفرف علينا. عشان كده بقول ان الشفط، هل لما حد بيسالني امان العمليه، الامان ليه علاقه بحاجتين، المكان والدكاترة. والأهم من كده طبعا أنا دايما بحب أشكر دكاترة التخدير اللي بيشتغلوا معانا، لأن هم ناس بروفيشنال، ناس أساتذة. ولما حد بيجي يسأل هو ليه الجراحات دي
في بعض الأحيان نقول مكلفة، لأن أساتذة التخدير الشطار برضو بياخدوا فلوس كتير. في كلمة واحدة تعليقك على في كلمة واحدة، هل بتتابع بعض الحوارات اللي تصل إلى محلات الفوضوية في المجال الطبي؟ تلاقي حد مش متخصص في الطب بيحاور حد أساساً ده مش تخصصه، حد مش دكتور وبيتكلم مع حد مش تخصص تجميل أساساً، فبتلاقي حوار خزعبلي يعني. حد واحدة مش فاهمة في الطب بتحاور واحد مش دكتور أساساً تجميل، صح؟ الحوار بيبقى خزعبلي يعني، او حتى زي ما حضرتك بتقول كوميدي. او بيكون الحوار بيجرى ما بين حتى واحد طبيب اللي هو يعني طبيب وحد مش طبيب اصلا، فبيبقى الحوار اقرب الى ان هو يكون حوار في يعني في صالون او في كافيه. ففي فرق بين ان احنا هدفنا الاساسي، وده السبب ان احنا بنطلع مع حضرتك، او ان احنا نعمل توعيه، مش هي فكره ان احنا نتكلم عن الاشخاص، احنا بنتكلم عن الامراض او المشاكل دي وازاي علاجها. هي توعيه ومحتاجه طبيب يكون بيحاور طبيب. ربنا يخليك. في لعبه زمان كانت بتاعتها بيقعد يسقف كده، عارف؟ انا ساعات بشوف الحوارات كده تحس ان هو في نسيم. انا ببقى سعيد جدا بحواري معاك، وبشكرك على انك اديتني من وقتك في وسط سفرياتك او وسط شغلك هنا في مصر برضو. وانا يعني لما يعني كنت حريص ان احنا ان انت تكون ضيفنا، وكنت حريص رغم ان انا مثلا قالوا لي لا ده هو مش في مصر كتير، بس طلعت في مصر كتير يعني. انا ما اعرفش طلعنا طلعنا عليك شعر انت مش هنا كتير. كنت في ايطاليا بس كنت في حته غريبه. كل شكر وتقدير للضيف العزيز الاستاذ الدكتور فادي مجدي يعقوب، استشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره قصر العيني، عضو هيئه التدريس بالجمعيه الاوروبيه لجراحات التجميل، وزميل جامعه ريكسبورغ بالمانيا، الاسم المتميز الكبير و الحضور المتميز الجماهيرية. أكيد أكيد سعدنا بهذا اللقاء، أكيد أنتم كمان سعدتوا، أكيد لازم تتنبهوا، لأنه زي ما قلت لكم المشرط في يد الجراح غيره في يد السفاح، والحوار الطبي ليس فهلوة، والحوار الطبي ده علم من حقنا نحن أهل الطب أن نغير عليه، وأن نغير على علمنا، نغير على طبنا، وأن نغير على أعداء هذا الطب. أعداء نوعين، إما أن يكون غير متخصص وغير دكتور وحشر نفسه في الحوار الطبي، وده شيء احنا نرفضه تماما البتة لأنه مش موجود في أي حتة في العالم، أو يكون مش متخصص، يكون مش دكتور جراح تجميل وحب جراح تجميل، حب يتقال له أنت جراح تجميل فقال أما أطلع باسم جراح تجميل، بنقول له لا يا زميل يا عزيز خليك في تخصصك، ده شيء رائع جدا جدا جدا. احنا ضد العبور أو التلصص على شغلنا، ضد الجهل في كل أوقاته، حتى السلوجن بتاعنا الوقفة بتاعتنا وقفة طبية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. We will be back again.